السلام عليكم، كي دايرين اخوتي؟ لاباس بخير وعلى خير. اليوم نقدم لي غلو بخانتو بلافوكا والكروفيت والخس. تنتمنى يعجبكم، جربوه مره من داد لداد. كاينين بزاف ديال لي غوسيط ديال لي غلو بخانتو، غنقدمو ان شاء الله في المستقبل. ندوز دابا للمرحله ديال التحضير. عندي الخس مقطع، وعندي الكروفيت مسلوق ومقطع من الوسط، لافوكا وخيزو محكوك الا بغيتو نتوما حكوه. هنا درتو بحال هكا على الطريقه. كاين القزبر وكاين النعناع وكاين الورقه ديال الروز اللي كنفزقها بالماء بارد. ما نفزقهاش بزاف، غير قياس بين وبين. الا فزقتها بزاف ما تبقاش صالحه، تتعجن، خاصها تبقى شويه واقفه. صافي، نبدا نستف الخس ديالي ونستف لافوكا هي الاولى، ونتبع خيزو ونتبع الكروفيت. يبقى حتى هو في الواجهه، كروفيت ولافوكا يبقاو في الواجهه باش يبانو. ونطوي السيجار ديال لينيم ديال عفوا ديال لي غولو برانتو، كيجيو زوينين ولذاد. كنقدموهم مع لاصوص شينوا ولاصوص شينوا حلوه ولاصوص شينوا مالحه والحار. كاينه واحد لاصوص شينوا حاره تاهي نقدموه معاها، اللي كيبغي الحار كيجيو زوينين حلوين وحاره. واحد لاصوص حلوه وحاره، ولا الا ما كانش نديروها الصوجه صافي راه كافيه، كيجيو لذاد. ندير لافوكا وخيزو نفس الطريقه، والكروفيت من الفوق كما القاعده نفس الطريقه. نديرو فيهم النعناع، ضروري النعناع والقزبر، تيعطي واحد المذاق زوين بزاف، ضروري النعناع والقزبر. صافي، ونطوي لي غولو برانتو، تيجيو لذاد لذاد بزاف، غير جربوهم. بساط، ماشي غالين وزوينين وصحيين وخفاف. تنتمنى تجربوهم ان شاء الله. نبدلو شويه، مابقاوش غير شلاضه شلاضه، حتى هادو تما نبدلو بيهم. الا ما كانش الكروفيت، ممكن لك دير الدجاج في بلاصه الكروفيت. ديرو الدجاج، تطيبو بالملح وبزيره وتخليوه بيض، ديرو الدجاج في بلاصه الكروفيت. ولا ما كانش الكروفيت، بلا شعير لافوكا بوحده مع الخس يجو زوينين. قطعوهم على جوج ولا على ثلاثه اللي بغيتو نتوما، ونقدمو مع نقدموهم مع الصوجة. والسلام عليكم ورحمة الله.